السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. اليوم مثل ما شايفين نحن قاعدين بأحد الاستراحات مع معلمي حلقات جامعة طيبة الشيخ علي أشرف والشيخ حسام، حياكم الله. والشيخ هنا نشبلنا هذا كمان بيطلع الشيخ سالم. لكن اليوم أنا طابخ لهم طبخة اسمها شكرية، أكلة سورية، إن شاء الله حياكلوا أصابيعهم وراها إن شاء الله. كما وعدنا الشيخ محمد الرئيس، أيوة، راح نشوف الأكلة الجديدة السورية نكتشف. إيش رأيك يا شيخ؟ الشيخ الله يظبطنا، والشيخ ما شاء الله معروف، الشيخ الرئيس ما شاء الله ما يحتاج. وانت يا شيخ حسام ايش بك؟ ما يحتاج اتكلم انا، الشيخ محمد الرئيس ولاعة ولاعة شغل ولاعة. يلا الان بوريكم بالمطبخ. تفضل يا شيخ محمد ياسين. هلا، ايش عندك اليوم يا شيخ؟ عندنا طبخة اسمها شاكرية ورز، الرز لحال واللبن المطبوخ لحال، هي هاي شقين طبعا شقين. اول شيء حطينا ثلاث علب من علب الزبادي، كل علبة فيها نصف كيلو، يعني هذول كم؟ كيلو ونص. كيلو ونص ما شاء الله. بعد ما نشرب نشا، هي نشا بريال، يعني بتحط نص الكيس، بتحط نص الكيس من زبادي ونشا بس. هي الان الى الان زبادي ونشا ماشي؟ تحط نص الكيس، بعد نص الكيس شو بتحط؟ تحط البيضة، بيضة واحدة. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. ماشي؟ شوف خليهم يتفرجوا. يا سلام. الآن سكر ننتقل اللي بعدها. ما شاء الله. الآن سلقنا اللحم هون، هون في لحم سلقناه خلاص صار جاهز. هذا المرق هذا حنضيفه للبن عندنا هون. الآن عم نحرك اللبن، عم يحرك الشيخ علي أشرف ما شاء الله، مساعد الشيخ جزاه الله خير، شكرا لك. المرق هذا حنضيفه بعد شوي، فوق مو كله حنضيف شيء بسيط من المرق حنضيفه للبن، وحنضيف أيضا كمان اللحم بعد شوي. هاي ما لها دخل، هاي ما تبعنا، ما تبعنا طبختي هذه يا شيخ. الآن شايفين المرق أو اللبن، إحنا منضيف له المرق، مرق اللحم اللي شفناه من شوي، نضيفه شوي شوي ومنحرك بسرعة، لأنه إذا بطأنا بعدين اللبن يصير جامد. أحتاج مساعد لهذه الطريقة يعني. إيه لابد، أحسن. حرك 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 هون، حرك هون. أيوة. هذا المرق بيعطي طعمة لذيذة. صب. مي لذيذة هاي. طعمة حلوة طبعا، حجازين معي لذيذة. بكيفهم هذا. خلاص منضيف قدر معين، شيء بسيط. نضيف قدر فوقها؟ قدر؟ لا لا خلاص حاجة. الآن أضاف الشيخ محمد اللحم على اللبن، خلاص شايفين؟ الآن هاي أول وحدة خلصت، أول طبخة خلصت. صبيان الرز، الآن حنساوي رز مع الشعيرية، بعد شوي بتشوفوا. طيب الآن انتقلنا للمرحلة الثانية، مرحلة الرز. أول شيء بنحط زيت زيتون يفضل، بعدين بنحط الشعيرية ومنقلهم لما الشعيرية هي تصير حمراء بس. وقف. الآن يا شيخ علي شو ساوينا؟ حطينا مي، طبعا المي موزون، لما يكون عندك كاستين ونص من الرز كم كاسة بتحط مي؟ بتحط خمس كاسة، يعني ضعف الرز. ماشي؟ مين هاي ايد مين هاي؟ خمس كاسات بس. خمس كاسات ماشي؟ بعدين بنستناه لما يغلي، بنحط ملح ومندوب مرقات، إذا كانت المرقة طيبة خلاص بنحط فوق منهم الرزات. مو الآن، الرز الآن غسلناه ونقعناه وخلاص صار جاهز. بس صفيان لما يغلي الشعيرية، لما تغلي يكون خلاص يعني ها شبه انتهينا. طيب بعد ما تغلي الشعيرية خلاص بنحط معها الرز وبننقص النار على آخر درجة وخلاص بنغطي القدر، خلاص نستنى عليه حوالي ربع ساعة لما تنشف الموية وخلاص بيكون خلص معنا الرز. يلا بعد ربع ساعة بنشوفه.